يلا نجي اليوم مادتنا هي الفصل التاسع. المادة طبعا هذا قلنا الفصل جدا مهم، وشغل الفاحصين ومهندسين اللي ينفذون أعمال الصيانة على الخزانات يعتمدون على هذا الفصل التاسع. برأيي إنه الفصل الرابع والفصل التاسع أهم فصلين بهذا الاستاندرد. نجي هسه احنا عرفنا شنو معنى الريبير والالتريشن، يعني هيك على عجاله، وان شاء الله قلت لكم المحاضره الجايه نسوي مراجعه لتفاصيل الريبير والالتريشن اللي اخذناها من الفصل الثالث حتى تسترجعون الذاكره. هنا انا شي اقول لك الفقره 9.1.1 المبدأ الأساسي اللي يصير عليه التصريحات هي الربير أو الالتريشن هو شنو؟ تكون يعني وفقا للـ ABI 650، هو قايل لك شنو؟ تكون ما يعادل أو تكافئ الـ ABI 650، هذا الأساس مالك بيمل كل الربيرات والالتريشن، يعني أي تغيير تريد تسويه على الخزان يكون ما ينافي 650، واي ريبير يكون يضمن السماحيات اللي موجوده وين بالاي بي اي 650. هذا معنى الكلام. اوكي، يعني معناها يعتمد الريبير والالتريشن عليهم على الاي بي اي 650، ما يخالف. زين، التسعه الفقره 9.1.2 يقول متطلبات الاختبار الفحص المائي ومتطلبات الفحوصات الغير اتلافية، بعد ومعايير القبول مالت اللحامات الخاصة باللحامات وتصليح الجدار واللحامات الحالية، يقول تم تحديدها وين بالفصل 12. يعني كل ما تحتاجه يخص متطلبات الفحص المائي او الفحوصات الغير اتلافية او معايير قبول اللحام او التصليحات اللي راح تصير على الجدار او على اللحامات الحاليه، كلها وين حددوها؟ بالفصل 12. طبعا اي بي اي 653. اوكي، نجي هنا على نقطه مهمه، هذا انتبهوا لها بهاي الفقره، تذكر فرد نقاط مهمه اللي هي الفقره 9.1.3. الفقرة 9.1.3 شو تقول؟ تقول كل الربيرات جميع التصليحات لازم منو يصرح بيها او يصادق عليها او تكون معتمدة او اللي يحددها منو؟ قايل لك الفاحص المخول رقم واحد او مهندس الخزان، واحنا اخذنا تعريف شنو معنى مهندس الخزان في الفصل الثالث. هسه هاي نقطة راس سطر اللي كل الريبيرات اللي يحددها منو؟ اللي يحدد التصليحات هو اما الفاحص المخول اما مهندس الخزان. زين، مهندس الخزان اللي عنده خبرة في تصميم الخزانات قبل شنو قايل لك؟ قبل ان يبدا العمل من قبل مؤسسه التصليح، على اعتبار شنو؟ منو اللي راح يصلح؟ اكو شركه هو يسميها هنا اورجنايزيشن او مؤسسه هي اللي تقوم بالتصليح، فقبل لا يتم هذا التصليح لازم يحدد التصليحات اما الفاحص المخول اما مهندس اللي عنده خبره بمجال فحص تصميم الخزانه. هاي انتهت في اول شيء. بعد ايش قايل لك هنا؟ هنا أنا قايل لك لا يجوز منح الإذن بالتعديلات على الخزانات التي تتوافق مع الـ ABI 650 دون استشارة مسبقة أو موافقة من مهندس من ذوي الخبرة في تصميم الخزانات. يعني حتى لو كانت التعديلات أو التغييرات تتوافق مع الـ ABI 650، يقول لك شنو؟ ما مجوز.
قايل لك شنو؟ ما مجوزك شيء. بس الصوت يا ولد. ما يجوزك. شنو هذا؟ سده. ما يجوز لك، ما يجوز لك انه تقوم بالتصليحات او التعديلات اللي حتى اللي تتوافق مع الاي بي اي 650 الا شنو؟ الا مصادقه منين؟ الا دون استشاره مسبقه، يعني تستشيره ويوافق لك. يلا شنو؟ يا هو هذا المهندس اللي عنده خبره في الخزانه. بس انت ايش تفهم؟ تفهم انه التصليحات جميع التصليحات يم الفاحص او المهندس. اذا التغييرات يم المهندس فقط، الالتريشن يم المهندس، شوف هنا ما قال لك فاحص. ليش؟ لان حسابات تصميميه على اعتبار هذا شخص مختص في تصميم الخزانات، فقايل لك يم، حتى لو تتوافق مع الاي بي اي يقول لك لا استشيره ويعطيك ابروف. يلا شوف هنا قايل لك استشاره وبعدين يسوي لك ابروف، يلا تشتغل. الريبير يم الفاحص او المهندس، كاتب لك او والالتريشن فقط يم المهندس، هو هالشيء جاي نحط نقاط يعني. زين هنا انا بقى شايل لك فد اشاره، قال لك الفاحص المخول هو اللي يعين نقاط يسمونها، اكو نقاط نسميها هولد بوينت. يعني شنو الهولد بوينت؟ بعض الامور احنا نشتغلها ونأجل مثلا الفحص مالتها. على سبيل المثال مثلا نلحم الجوين معين ونترك التصوير مالته نأجله. ليش؟ لان اكو مجال يعني. مثلا نلحم وبعدين نقول نسوي له يوتي، هذا اكو مجال لان ما ياثر على شيء. بالامكان انا بعد اسبوع بعد اسبوعين اسوي. هاي النقاط اللي يسمونها الهولد بوينت، يعني نقاط فحص مطلوبه هي لكن تؤجل. هاي منو اللي يعينها؟ يعينها الفحص، فحص المخول. فحص المخول يقول لك سيعين النقاط هاي الفحص الهولد بوينت اثناء ما سوى عمليات تصليح او التعديل. والحد الادنى من الوثائق يجب ان تقديمها عند الانتهاء من العمل. وبعد هو اللي ايضا يعني يقدم الوثائق تكون كامله وين ورا ما ينتهي العمل. بعد هنا انا قايل لك نقطه راس سطر، قايل لك الفاحص المخول، الفاحص يجوز للفاحص المخول ان يعطي تفويض عام ومسبق لاجراء تصليحات محدوده او روتينيه. طبعا شنو الفاحص المخول؟ مو بالضروره انه كل الامور هاي يحصلها يعني. بالامكان شنو يعطي؟ يخول مثلا، شلون هسه جاي يصير مثلا شركه الخطوط تخول مثلا فاحصينا باجراء الفحوصات. بس يا فحوصات على سبيل المثال الفحوصات اللي يحددونها، مثلا هذا الفحص انت تسوي، هذا الفحص التزامي انا اسوي، يقسمونها هاي وحده. وبعض الفحوصات روتينيه. شنو روتينيه؟ هسه نفتهم شنو روتيني. يقول طالما ان الفاحص المخول متاكد من ان التصليحات شنو لن تتطلب لا اختبارا هيدروستاتيكيا ولا او انها لا تتطلب تقييما هندسيا، يعني لا تحتاج علم فحص هيدروستاتيكي. يعني هذا الريبير من يصلحه حتى لو صلحه ما يحتاج فحص هيدروستاتيكي. فهذا شيء يسوي بالامكان يخول شخص فاحص تابع لغير جهه انه هو ينفذ هذا العمل. بعد وما تحتاج تقييم هندسي. مثل ايش؟ احنا بعض الامور او الامور اللي نسويها على الخزان بها تقييم هندسي. على سبيل المثال مثلا السماحيه مالت البيكنج والبان، اكو مثلا واحد ياخذ هاي القراءات، بس منو اللي يقيم انه هاي ناجحه او مو ناجحه؟ الفاحص المخول. فبالامكان هو يخول ناس تاخذ قراءات ما تحتاج تحليل هندسي، بس اللي تحتاج تحليل هندسي وين يحصرها؟ يمه. واللي تحتاج فحص مائي وين يخول؟ يمه. ما عداها يقدر يخول. هذا الاي بي اي قصرها لك.
واضح الاخوان؟ ترى يعني الكلام مال هاي الفقره كلش مهم، عميق عميق بالضبط. زين، هسه نقدر نلخص هذا انه الفاحص او المهندس شنو هو اللي يحدد التصليحات اللي راح تصير على الخزان. الفاحص او المهندس، العفو، الالتريشن، التغييرات يم المهندس، والهولد بوينت يم الفاحص المخول. بعد قلنا الفاحص المخول بالامكان انه يكلف ناس غيره تقوم ببعض الاعمال الروتينيه بالفحص، اللي هي اعمال لا تتطلب لا فحص مائي ولا شني تقييم هندسي. وضربنا مثال على البيكينج والباندي. الفقره 9.1.4 9.1.4 فقره 9.1.4 تقول انه جميع التصميمات، كل التصميمات المقترحه وتنفيذ العمل والماتيريال والبروسجرات مالت اللحام والفحوصات وطرق الاختبار، هذين كلهم شوفوا الديزاين جايد، الديزاين المقترح وتنفيذ العمل والماتيريال وبروسجرات اللحام والاختبارات والفحوصات وطرق الاختبار، كلها من صادق عليها؟ أو كاتب لك المهندس اللي عنده خبرة بمجال تصميم الخزان. هاي نقطة مع السطر، يجب هنا أنا قايل لك must be، يجب أن يصادق عليها ويوافق عليها ياه الفاحص المخول أو مهندس خبير في مجال تصميم الخزانات. بعد قايل لك من أنا نقرأ أنه الفاحص المخول والمهندس اللي عنده خبرة في مجال الخزانات شنو يجب أن يوافق عليهم على جميع، يجب أن يوافق على جميع أعمال التصليح والتعديل، يعني الريبير والالتريشن اللي حددوها. وين حددوها؟ حددوها بالهولد بوينت، مو قلنا بعض النقاط حددهن الفاحص انه هولد بوينت؟ اوكي حددهن. زين ذني من اللي يسوي لهن ابروف؟ يسوي لهن ابروف اما الفاحص اما ياهو اما المهندس. اوكي، اللي حددهن منو؟ اللي حددهن الفاحص. من اللي يسوي لهن ابروف؟ اما الفاحص اما المهندس. يقول وبعد الانتهاء، ورا ما تخلص كاتب لك هنا افتر ريبير، بعد ما تخلص من التصليحات او التعديلات وفقا لمتطلبات هذه المواصفات. وكذلك شنو؟ قايل لك ورا ما تخلص، يعني ورا ما يكمل الريبير والالتريشن شنو؟ ايضا هم لازم شو يسووا لك؟ يسووا لك ابروف عليهم الفاحص او المهندس. واضحه هاي الفقره ان شاء الله؟ ان شاء الله خير. نعم اكو خلص بالاستراحه. النقطه الفقره 9.15، هذا الانكس بملخصات، كاتب لك سمريز لمتطلبات والفحوصات، يعني بملخصات تلخيص للفحوصات الغير اتلافية، وبي ايضا شنو؟ بملخصات لطرق الفحص والاستندرات ومعايير القبول، وذاكر لك حتى الريفرنس سكشن. طيب
طبعا هذا اكو بشكله حتى بالاي بي اي 650، بس ما اتذكر الانكس ذاك شنو. بس نجي هنا شوفوا، لا انا قايل لك طبعا نفسه موجود بالاي بي اي 650، يعني يذكر لك مثلا شنو من فحص وعلى شنو يشتغل وين موجود بيا فقره بالاي بي اي مثلا 650 بالفقره كذا. شوفوا، وهاي الرموز طبعا شنو بنهايته كاتب لك شنو الشفره، مثلا الام تي شنو معناها، البي تي شنو معناها، طبعا هي معروفه عندنا بس للي ما يعرف اللي يريد يتاكد موجوده يفتحون الشفره بالاخير. الار تي شنو معناها، الاير تيست، شوفوا هاي تعريفات. اوكي زين اخوان، هذا الفصل يتناول عدة مواضيع، هاي الصورة موضحت لك شنو الامور اللي راح يتناولها. طلعت عندكم مو وراح يختصرها لنا، يعني راح يتناول لك بالنسبة للجدار الشل بليت ريبليسمنت، يعني شكو استبدال عندك بليته بجدار تريد تبدله، راح يتناول لك هاي موجودة بالفقرة 9.2. بعد إذا تريد تسوي باد شل بليت لاب باد، طبعا شنو بليتة نفرض بيها تآكل أو بيها ثقب وترقح، يسميها أما لاب باج أم شو يسميها، إلها تسمية ثانية يسميها ربير بليت. هسه راح يمر علينا هذا الكلام فوق البليت القديم، بالضبط رقعة باج يعني رقعة. بعد إذا عندك وين، إذا عندك عيب ببليت شلون تعالج، شل بليت ديفكت ريبير. اوكي بعد تريد تسوي التريشن تغيير بنوزل موجود حاليا، نوزل او منهول او اي شيء، يعني اي شرب التريشن اي اختراق بالجدار حالي تريد تسوي له شنو التريشن. بعد تريد تضيف نوزل هذا الفصل يعالجه، تريد تسوي هوت تاب، طبعا هاي يعني مو شلون نقول مو شائع انه الخزان بي هوت تاب، بس هو بي هوت تاب شارحه لك بالفقره 9.14 باذن الله كلهن ناخذهم باذن الله. اذا تريد تسوي ريبير تصليحات وين عندك بالشل بنتريشن، يعني عندك نوزل او منهول وتريد تسوي له ريبير، ايضا شارحه وين بالفقره 9.7. بعد ريبير باللحام اللي بالجدار. اوكي. ايضا شارحه بالفقره 9.6. بعد رايح نوبل السقف. اذا عندك شنو ريبير بيمل سقف ثابت. ايضا شارحه بالفقره 9.11. او ريبير وين؟ بسقف عام. ايضا شارحه وين؟ بالفقره 9.12. ريبير وين؟ عندك هنا انا قايل لك بالسيل مالت السقف الفلوتنج. ايضا شارحه وين بالفقره 9.13. بعد هنا هسه هنا اذا تبين عندكم بالرسمه يحكي عن القاعده مالت الخزان، واضح عندكم جو؟ اذا عندكم ريبير وين بقاعده الخزان ايضا يشرحها بالفقره 9.10. هاي كلها ان شاء الله راح ناخذها بالفصل التاسع باذن الله. اول شيء راح ناخذه راح ناخذ فرد مصطلح اللي هو شنو اسمه
ريبليسمنت شل بليت. شنو ريبليسمنت شل بليت؟ عندك بليته بالجدار بيها فد مشاكل، تآكل بيها، هول بيها، مدري شنو، تقصها وتخلي وحده مكانها، يسمونها ريبليسمنت شل بليت. اوكي. واكو راح ناخذ مصطلح اللي هو قبل شويه قلت لكم بيه، اللي يسميه شنو؟ باج بليت. ويا اخوان. نعم نعم استاذ. واضحه الامور؟ لا. ان شاء الله ان شاء الله. مصطلح الريبليسمنت شل بليت، قلنا بليته تخليها بالجدار، يعني ادراج، تدرجها ادراج، كانما سواء كانت دائريه او مستطيله او معينيه او سداسيه. هسه احنا راح نجي للكلمه، بس انا هسه بدي اعطيكم هيك تصور يعني عام عنها. وعندنا مصطلح راح ناخذه ايضا، طبعا هاي اشكال هسه جاي تشوفون، مثلا هاي الجدار، هذا الجدار مثلا تسوي لك وحده دائريه، وخلنا بتعبيرنا تدحسها دحس يعني بالجدار، ادراج تدرجها، انسيرت تسوي، شنو يسمونها؟ ريبليسمنت شل بليت، انسيرت بليت، خلينا نسميها انسيرت بليت، هم هذا المصطلح صحيح يعني. او يكون هذا شكلها مستطيل والحواف مالتها شنو؟ بهن كير. واذا عندك بمنطقه الشرطة بتوم يكون هذا شكلها تومبستون. اوكي. واكو شو يسمونها؟ الباج بليت. انا شنو يعني متقصد اعطيكم يعني ما امشي بالماده حتى بس تتعرفون يعني هسه على هاي المصطلحات. بعد اكو يسمونه باج بليت، هسه راح اعطيكم صورته. ايها شوف هذا الباج بليت اللي هي شنو؟ رقعه. قلنا يسمونها اما باج بليت اما يسمونها ريبير باج او ريبير بليت. اوكي، تصير يعني رقعه فوق القديمه. الريبليسمنت بليت كنا لا نشيل القطعه مالت الجدار ونخليها ذيك بمكانها، اما هاي لا تصير فوقها، لذلك سماها لاب، لان شنو راح تتداخل تتراكب فوق القطعه فوق الجدار فسماها لاب. طبعا الكل وحده من ذين، نركز على